تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى يوم 26 من شهر أغسطس الحالي تحت عنوان العالم عالمين. تستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم.